السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أنتم معي في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. دعوني بداية أن أرحب بالضيوف الكرام، الأستاذ عقل البهلي الناشط الاجتماعي المعروف، مساك الله بالخير. سهل. ومعنا الدكتور محمد العبد اللطيف الكاتب جريدة الجزيرة، مساك الله بالخير. ومعنا الأستاذ عبد الله ناصر العتيبي الكاتب جريدة الحياة، مساك الله بالخير. أخيرا الشيخ حمود الناجم المستشار الشرعي، مساك الله بالخير. إلى موضوعنا الأول. دخل تنظيم المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية حيز التنفيذ، ويسهم التنظيم الجديد الذي كلفت به الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع يسهم في حماية المجتمع من تفشي الإباحية والمحتويات غير المرغوبة للوسائط المتعددة، وتكوين وعي بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات. شيخ حمود، إيكال التنظيم إلى الهيئة في مثل هذه المواضيع، هل هو من حقها؟ هل يعد هذا التنظيم من منظور إيجابي تراه، ولا وكيف يعني تراه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن يعني هذا التنظيم هو أوكل إليها بحكم الاختصاص، فهي الجهة التي تختص بإدارة هذه يعني هذا المرفق الحيوي الهام الذي يعني هو رمزية لمحتوى ما يبث فيه وما ينشر فيه وما يكتب فيه على المقياس الأخلاق الذي يتعامل به الجمهور. وكثير من الحالات السابقة التي حدثت وصار يعني حولها لغط كثير ومجادلة وربما تبادل في الرأي، كانت ترتكز على حقيقة الدعوة إلى وجود تنظيم تستند عليه، وبالتالي تكون هناك جهة اختصاصية. السلطة التشريعية طبعا ممثلة في مجلس الوزراء أوكلت هذا الاختصاص إلى هذه الجهة، ولا شك أن إيكال لها، لأنها هي الجهة حقيقة التي تعنى فيها يعني كافة الوسائل الإعلامية سواء مرئية أو مسموعة إلى آخره. وبالتالي حتى في مرفق القضاء عندما يكون فيه جانب يستدعي الاستفسار عن جزئية معينة تحتاج إلى عمل تقني وعمل مهني، أن القضاء بحكم اختصاصه في الفصل أن يكتب لهذه الجهات ويستفسر عن هذه الجهة، إيكاله أمر إيجابي، لكن حقيقة العبرة بالتطبيق وبالنتائج المترتبة عليه. أستاذ عقل، أنا أهم كلمة كنت بنطلق منها العبرة بالتطبيق. إحنا بلد عندنا أنظمة كثيرة وتشريعات جيدة، لكن التطبيق هو الغائب الأبرز. يعني مسألة التنظيم، الناس كلهم ينشدون التنظيم وينشدون التنظيم المتقدم، بس لما تشوف الأخلاقي والإعلامي يعني تشعر بأنه حتى لو ما كان هذا الهدف سيشعرون الناس بأن الفكرة هي مراقبتهم. يعني لأنه أنا من جاء تويتر، من بدأت محاكمات الناس على الرأي، أو يعني سواء الرأي الثقافي في مسألة الشعر أو حتى في الرأي السياسي، ما شفتنا في المحاكمات أحد يحاكم لأنه اطلع على يعني أفلام خليعة أو كتب شيء يعني ما له إلى مضاد للأخلاق يعني. وإنما أكثر من يتعرضون للمحاكم والمساءلات وتطبق عليهم الأنظمة هم الناس اللي يتحدثون يعني عندهم أحاديث رأي سياسي أو رأي ثقافي، أو بالتالي يعني هذا المحتوى ما أعتقد أنا في رأيي أنه بيطبق بحذافيره على الجميع. هو يلبس للناس، يقال للناس أنه أخلاقي، لكن الهدف أعتقد أنا أنه يعني لن ترى هذا القانون بقوة إلا على من كتب مقالا قيل أنه تجاوز على ولي الأمر فيها، أو تجاوز على القضاء فيها، أو تجاوز على الدولة فيه. هكذا أرى الأمر. طيب دكتور محمد، في كل الأحوال اللي يعني يبدو غائب في المسألة هو الوعي وإدراك مثل هذه المواضيع، مثل هذه التنظيمات. كيف نوعي الناس بمثل هذا التنظيم عشان ما يكون في الأدراج فقط؟ هو طبعا أنت توعيهم عبر الإعلام اللي أنت جالس تحاول تقننه يعني. إيه. وأنا أتفق مع الأخ عقل أنه هناك مسافة شفافة جدا بين التنظيم والتضييق. يعني في جميع أنحاء العالم تنظم الوسائل الإعلام، أنا أتكلم قبل ظهور الوسائل الإعلام الحديثة زي تويتر وكذا، تنظم من حالات تحت تعريف الأشياء اللي أنت تستوجب أنك تترافع عليها، اللي هي يسمونها بالإنجليزي liable، اللي هي تشبه
في عندنا في نظامنا القذف أنك لأي شخص متضرر أنه حق التقاضي مع الشخص اللي قذفها ونشر عنه معلومة غير صحيحة. وهذا ما يحتاج هيئة وسيطة بين المواطن وبين الشخص اللي تجاوز. طبعا أنا أتفق في مع قضية أنه مراقبة المواقع الإباحية، ولكن أحيانا لما تجي تقول والمحتويات غير المرغوبة، المرغوبة بالنسبة لمن؟ إيه؟ وفي نظر من؟ مطاطة يعني. يعني هنا إيه؟ هنا العبارات النسبية هذه عادة ما تدخل في التشريع، لأنها تفتح الباب على مصراعيه أنك أنت تضيق على ذا. وعلى فكرة أكبر مستفيد من الانفتاح اللي صار في تويتر هو الدولة، لأنه خلق جهاز رقابي على بعض أجهزة الدولة بدون ما تكون الدولة مضطرة أنها تراقبهم. والوزراء وكثير من المسؤولين يعلنون عن منجزاتهم، يعلنون عن إجراءاتهم عبر تويتر، والناس تتفاعل معهم. فلذلك يجب أن احنا نكون شوي حذرين يعني في هالأمور. أستاذ عبد الله، أنت تعتقد أنه مجيء مثل هذا التنظيم فيه تضييق على الناس؟ أنا نفس التخوف اللي قالوه الزملاء ربما يكون، يعني نتمنى أنه ما يكون نظام تقييد حريات، تقييد يعني حق التعبير عن الآراء أو عن النفس حتى. طيب كيف تحمي الناس إذن من يعني الشباب على وجه من المحتويات غير يعني غير المرغوبة من منظور ديني أو حتى من منظور وطني؟ هو الواضح الآن أنه سيكون هناك قناة مراقبة لتمرير المحتويات من الخارج إلى المملكة عن طريق هذه القناة. أنا قريت الحقيقة كامل القرار اللي صدر على مجلس الوزراء، ولي عليه بس لو سمحت لي تعليقين بس بسرعة. التعليق الأول أنه ذكر أن اللجنة الوطنية المشكلة هي من يجب أن يكون من مختلف إدارات حكومية مختلفة بالمرتبة 14، وأنا أقول دائما هذه مشكلتنا إحنا دائما في المراتب. يعني قد يكون هناك شباب يعرفون أسرار وكواليس هذه العملية أكثر من المرتبة 14. يعني وهذه بس بقول شغلة بسيطة، أنه في أحد القنوات التلفزيونية السعودية ترقى واحد للمرتبة 13 من جهة ثانية، فقالوا له عندك القناة الفلانية على المرتبة 13 تفضل الإدارة. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه ذكر أيضا في إحدى فقرات القرار أن الهيئة معنية بإصدار المطبوعات التي توعي وكذا وكذا وكذا، ولم يشار إلى الوسائط الإعلامية. نحن نتحدث عن هيئة إلكترونية معنية بالوسائط، معنية بالوسائط يفترض أنهم يفكرون ديجيتال. فرجعوا مرة أخرى إلى حكاية إلى التقليدية. إلى التقليدية. هذا إلى موضوعنا التالي. قد تكون ملاعب رياضية أو مجمعات تجارية أو مطارات، كثيرة هي المنشآت ذات المخاطر المرتفعة التي يتضمنها قرار مجلس الوزراء الأخير والذي يقضي بإلزامية تأمينها. دكتور، كيف تقرأ قرار إلزامية التأمين من جانبه الإيجابي وإن كان ثمة أيضا جوانب سلبية؟ في مجمله ممتاز. أولا لا يمكن أن تكون فيها منشآت كبيرة تخدم المواطن بحجم كبير ولا يكون عليها تأمين، لأنها لو تضررت لا سمح الله يتضرر المواطن سواء في ماله أو في جسده يعني، ويكون بعدين ما في خصم أنت ولا، وقد تعلن الجهة عدم مسؤوليتها ولا إفلاسها ولا تستطيع أنك تعوض الناس. الحاجة الأخرى، نحن نحتاج في المملكة العربية السعودية إلى سوق تأمين قوية. عندما تدعم الشركات التأمين بقرارات مثل هذه ويزداد دخلها في التأمين، قد تقل التكلفة على المواطنين فيما يتعلق بالتأمين على عرباتهم، على منازلهم، على كذا. لأنه صحيح التأمين ربما من ناحية شرعية الشيخ حمود يعرف أكثر مني، ولكن إذا نحن نريد أن نتبع نظم التأمين اللي موجودة في العالم، فأنا أعتقد أنه قرار سليم. هذا أستاذ عبد الله، أنت تعتقد أن شركات التأمين القائمة حاليا بعضها الشركات صغيرة قادرة على حمل هالمسؤولية؟ أنا أعتقد أنها بالتحالف قادرة على المسألة هذه. يعني هو ما في شك أن القرار هذا يعني يحتاج إلى تكتل؟ ما في شك. إيه؟ أعتقد أن المشاريع اللي عنيت بقرار مجلس الوزراء مشاريع عملاقة وكبيرة ومتعددة وكثيرة في المملكة، فأنا أعتقد أن الحجم التجاري لمثل هذا المشروع سيتجاوز عشرات المليارات. الآن يقال أنه سيضخ مبدئيا في سوق التأمين 3.5
بليون ريال، فهذا رقم ما في شك كبير، راح ينعش الشركات الصغيرة اللي تحدثت عنها، وأيضا سيساهم في أن سوق التأمين سيكون له حصة قوية في سوق الأسهم. في سوق الأسهم. شيخ حمود، من جانب قانوني أنت مع القرار؟ أنا عندي تخوف حقيقة من القرار. من وين؟ ربما أن هذا القرار يعني قد يكون في جانب من جوانب رفع الرسوم على الجهات التي تستفيد من هذا التأمين، بمعنى أنك أنت إذا ألزمت جهات ومنشآت كبيرة بأن تكون تؤمن لدى شركة من الشركات المتاحة والمطروحة الآن في السوق، إذا كانت هذه الجهة تقدم خدمة فبالتالي ربما أنها ترفع تكلفة هذه الخدمة، وهذه النقطة الحذرة يعني. طيب هذه مقابل خدمة، لكنها هنا يعني سنتوقف هنا ونقول إذا كانت فرض رسوم فهي لا تجوز، لأن لابد لها من قانون، وقانون مستقل يتيح لها حقيقة فرض مثل هذه الرسوم. فالقرار في هذه الجزئية حذر، لا يعني أنها تلجأ إلى التأمين وتأخذ بوليصة التأمين أن يترتب عليها رفع التكاليف في الخدمات التي تقدمها، وهذه نقطة حقيقة يجب أن نراعيها، وفي نفس الوقت يعني يجب أن يتعامل مع هذه الجهات أن يلاحظها. أنت كرجل أعمال كيف تقرأ هذا القرار؟ لا أحد يعني يكون سيكون ضد هذا القرار، هذا قرار استراتيجي ومهم، بس الواقع اللي عندنا أنه حينما يصدر قرار يصبح التنفيذ آلي، يعني بكرة يجيك واحد يقول لك لا والله أنت ما تقدم على مشروع، أنت ما عندك تأمين. أنا أعتقد أنه ضروري الآن، لأنه إن دخلنا في قصة أني بأمن أنا راعي سوبر ماركت لأنهم أيوة يمشون شغلي يقولون هالحين أمن، فشركات التأمين ستعرف بهذا هذا الضغط، وبالتالي ستكون الأسعار عالية. أعتقد أنه التنفيذ يجب أن يكون عقب لجنة من شركات التأمين، من وزارة المالية، من مؤسسة النقد، تنتج لنا برنامج للتأمين يشمل هذا، ينطبق على هذا. السوبر ماركت كم يحتاج مساحته، كم السيارات اللي تقف عنده بهالشكل، ما يقال كل أنت ما تستطيع أن تستخدم عمال إلا أنت تؤمن على السوبر ماركت. إذن أنا بكرة أروح أؤمن بأي شكل لأن شغلي بياقة. فأعتقد أنه دائما إحنا نستعجل في التطبيق، أعتقد أنه ضروري الاهتمام في مسألة آلية التطبيق. إلى موضوعنا الثالث. قد يبدو الأمر منطقيا لو طبق على الجميع، لكن أن يهدد المعلمون بالسجن عام وغرامة 500,000 ريال إذا ما شهروا بطلابهم، ففي ذلك ضغوط إضافية على المعلم الذي بات بعيدا عن أهداف رسالته السامية. أستاذ عبد الله، فيه ناس يرون في هذا القرار أنه فيه ضغط على المعلم، أن المعلم صار النقطة الأضعف في مسألة التعليم. أنا ما أشوف إن في ضغط على المعلم. أول شيء خلينا نتكلم عن القرار، إحنا كنا نتكلم فيه قبل بداية الحلقة، إنه السنة والـ500,000 ريال هذه هل يحق لوزارة التعليم أن تصدر مثل هذه القوانين أو لا؟ أو هذه المسألة راجعة معك. أنا من وجهة نظري أرى أن هذه مسائل خاضعة للمحكمة. يعني عندما مثلا يصور معلم معين طالب معين في وضع غير مقبول، يرفع أولياء هذا الطالب أو أي جهة أخرى نقابية أهلية ترفع قضية ضد المعلم أمام المحكمة ليأخذ العقاب المعين في المسألة هذه. أنا أرى أن المعلمين يجب أن يرتدعون. نحن في خلال السنة الماضية فقط رأينا يمكن أكثر من 6-7-8 فيديوهات في اليوتيوب تصور أطفال في شكل غير مقبول بالنسبة للعرض. أنا أعتقد أن هذا القرار سيفيد، لكن أنا أتمنى أن يكون عن طريق المحكمة. دكتور، أنا طبعا أيضا بالمقابل، ألا ترى أن مصر أن فيه شيء من الانحياز في صالح الطالب الذي أحيانا أيضا يمارسون خدش لمهابة المعلمين؟ أنا أعتقد حماية الطالب هذا شيء مهم جدا، ولكن أحيانا أنت أحياناً ما تجد الخط الفاصل بين حفظ مثلاً خصوصية الطالب وحفظ خصوصية الوزارة، لأنه نفس الأساتذة هذول هم صوروا مدارس متهالكة، صوروا قبل فترة مناهج ترمى بالكراتين صرف عليها مبالغ، فيعني أنا ودي أنه كان يكون أوضح. الشيء الآخر، أنا أستغرب من وزارة مثل وزارة التعليم جهاز ضخم لا تفرق بين شيء اسمها العقوبة الإدارية وبين العقوبة التشريعية. أنك أنت تفرض غرامة على أحد
أو تسجنه هذا ما هو من اختصاص ولا يمكن أن يكون من اختصاص وزارة التربية والتعليم. هذا يكون من اختصاص الجهات القضائية، هي التي حتى لو استلزم التشريع يشرع لها الموضوع. هي لها حق العقوبة الإدارية أنها تفصله، تخصم عليه مثلا بهالشكل. ولكن وأيضا ما يجمع بين عقوبتين بمعنى أنك تسجنه وتأخذ عليه غرامة، والغرامة عادة تكون فيما يغرم مقابل تلف ما، مقابل أضرار ما، وليس فقط أنك أنت تقول والله تعالى بغرمك 500,000 عشان ترهب الناس. أستاذ عقل، أنت كيف تقف في هذا المفصل، يعني مع القرار أو ضده؟ لا، أنا الحقيقة أني ضده، لأنه وزارة التربية اسمها وزارة التربية والتعليم، وإذا عجزت أن تربي هذه الأجيال فحجة أن يسجن أو يعني مدرس. أيضا شفنا حنا مدرسين ضربوا يعني ودخلوا المستشفيات من الطلاب، أيضا سيقولون بأنه وتتحول التربية والتعليم. وش الحل؟ وش الحل؟ أنا أعتقد أنه يعني أنا ما أعرف، بس كان في حديث قبل شوي أنه يعني سمو الأمير خالد الفيصل توه جاي للوزارة، وربما هذا القرار قبل يجي لا يكون منه يعني. وأنا حتى لو كان كنت أتمنى أن يكون متأخر يعني، لأنه أن يتفاعلون الناس بالأمير خالد الفيصل ثم يصدر مثل هذا، وكأنه الأمير لا يملك شيئا إلا أن يسجن المدرس ويسجن المعلم. أعتقد أنه سمو الأمير لديه القدرة على إعادة بناء الوزارة من جديد وخلق أجواء تعليمية تمنع هذا الشذوذ في العلاقة بين الطالب والمدرس من حيث الضرب أو التصوير أو شيء، وبالتالي أيضا ترك الأشياء الخلافية، الاعتداءات هذه تركها للمحاكم مثل ما كانت، لكن إنجاز مشروع ثقافي يطور بين الطالب والمعلم هو الأساس وليس العقوبة. نرجع لك أنت كحكم في الجانب التشريعي، كيف ترى صدور غرامات؟ لا طبعا قطعا، يعني إذا كان المعلمين أو المعلمون يعتقدون أنه بمجرد ما يعتدي على طالب أنه سيؤخذ ويقذف في السجن مدة سنة ويصدر لي شيك ب500، قطعا ليس هذا المقصود، لأن وزارة التربية والتعليم ليست لها الولاية التنفيذية في إيقاع العقوبة سواء كانت يعني تقييد حرية أو مالية، وإنما لا شك أن المقصود من هذا هو تحريك دعوة، تحريك دعوة لدى الادعاء العام باعتبار أن هذا المعلم ارتكب مثلا هذا الواقعة في محيط المدرسة أو مكان يتبع التربية والتعليم، وبالتالي تكون بمثابة الدعوة العامة. لكن ليس المقصود منها حقيقة أنها هي الجهة التي ستحاكمه وستستمع إلى أقواله وستصدر هذه العقوبة وبالتالي تنفذها الجهات. أصلا الجهات لا تقبل تنفيذ الأحكام إلا بالإجراءات التي نحن نعرفها، وهي إجراءات قضائية محددة، والجهات التنفيذية لا تقبل أي تنفيذ لهذه القرارات إلا إذا صدر من هذه الجهات واكتسب القطعية وأصبح واجب النفاذ. فاصل ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد، واهلا بضيوف الكرام الدكتور محمد العبد اللطيف، الشيخ حمود الناجم، وعبد الله العتيبي، وعقل الباهلي، ولا موضوعنا التالي. لم يعد هناك ما يميز الكرة السعودية التي منيت بإخفاق تلو الآخر على مر الأعوام الماضية، لكن جميع تلك الإخفاقات لا تعادل إخفاق إشاعة الروح الرياضية التي باتت في أسوأ درجاتها، وبات التعصب هو سيد الموقف في شتى المنافسات الكروية السعودية، ليتجلى ذلك في وصول فريقي الهلال والنصر إلى نهائي كأس ولي العهد. طبعا أنا أعتقد أن فيه غلط في العبارة أنه ليتجلى التعصب في وصول فريقي الهلال والنصر، أنا أعتقد أنه من حظ الكرة السعودية أن يعود فريق النصر إلى منافسة فريق الهلال، معنا عبد الله العتيبي أيضا باعتباره النصراوي وباعتباره هلالي. ترى أنت عليك حق تبارك لي الأسبوع الجاي إن فاز الهلال،
وإن فاز النصر لا قدر الله حبارك لك. إيش رأيك صحيح في موضوع الإغال في التعصب في الآونة الأخيرة؟ طيب أنا برضو أشوف في خطأ في الجملة اللي هم قالوها. أي. مفروض يقول بيتجلى التعصب في مباراة النصر والهلال. أي لا, لا أنا من حيث لأنه على فكرة جرت العادة أن الهلال والنصر يعني دائما في الملعب أي. ممتازين. والله أنا أشوف التعصب يعني احنا برضو ما نبغى مباريات ودوري بدون ملح وبدون اثاره وبدون أيوه. هو مطلوب الى درجه معينه الى درجه معينه لكن عندنا هنا غياب المستوى مثل ما اشير غياب أيوه. المستوى غياب المنافسات الدوليه احنا بحاجه لمثير اخر يعني لو كان منتخبنا ينافس في اسيا مثلا ولا حصل على بطوله اسيا الاخيره وتاهل كاس العالم مثلا ما فكرنا في مثل هالشغلات هذه اللي تثير الناس بحيث انهم يتابعون لكن احنا بحاجه الى بديل الذي هو التعصب هذه نقطه يعني تعتقد كذا؟ يجب أن يكون التعصب موجودا للناس يرجعوا اعتقاد بعض الإعلاميين المثل الأخرى أنه الإعلاميين أيضا المهنية الإعلامية في الصحافة الرياضية مفقودة إلى درجة كبيرة الحقيقة يعني هم رجال أكفاء لكن يغلب أيضا يعني نراهم دائما بشكل واضح أن فلان هو هلالي وفلان نصراوي سواء في البرامج الرياضية أو حتى في كتابة أخبارهم وليس آراءهم أخبارهم في جرائدهم تجد أن هذا هلالي وتجد أن هذا نصراوي. ممتاز دكتور محمد. يعني هو التعصب أنا أعتقد أنه إلى حد ما قصدي التشجيع والتحفيز من البهارات الكورة فليفر بس لا تصل إلى حد مثلا العنصرية أو ذا. ما الذي زاد من هذه الوتيرة في الآونة الأخيرة؟ هل أنت مع كلام الأستاذ عبد الله؟ جدا أنا مع قلبا وقالبا ولكني أود أن أقول أنه بدون تعصب لا توجد رياضة. حتى أحد الفلاسفة قال أن الرياضة هي مواصلة الحرب بأساليب أخرى عرفها بهالشكل. وقامت حروب بين الدول بسبب مباريات كورة بين الهندوراس والسلفادور في عام 71 وقتل فيها ناس. التعصب لا يوجد رياضة بدون تعصب والتعصب هو الدافع للنجاح في الرياضة لأنه في الرياضة على الأساس أنك أنت تحاول أنك تفوز واللاعب يحاول يفوز على خصمه في الملعب الجمهور اللي واقف برا كأنما هو يلعب مع هاللاعب ويريد أن يتغلب على الخصم. طيب بس فيه الروح الرياضية والمنافسة الشريفة. نعم هنا الكلام يجب احنا نفرق بين التعصب البناء والعنصرية بين التعصب البناء والتعصب الهدام. التعصب البناء يتجلى في أنك تدعم ناديك تشتري منتجاته تحضر مبارياته هذا شيء جميل لأنه الرياضة معروف أنها هي جزء من الترفيه في العالم كله ولكن أن تأخذ التعصب منحا عنصري أو منحا يعني فيها إيذاء للآخرين هل هذا موجود عندنا؟ والله أنا سمعت أنه أوقفت عدة فرق بسبب صيحات عنصرية من الجماهير. سمعت أمس أيضا أنه أمس كان في مباراة الأهلي والاتحاد كان فيه صيحات لا يقبلها الذوق العام ولا تقبلها روحنا حنا ولا مواطنتنا في المملكة العربية السعودية ولكن التعصب أساسي يجب أن احنا نعرف كيف ندير هالتعصب. ممتاز معنا. ممتاز أستاذ عقل. يعني الحقيقة إذا استغربنا من أو يعني يمكن ما نأخذ المشجعين في الملاعب على شيء من التعصب بس المأخذ على من يثيرون مثل هذا في الإعلام كيف نخلي مسؤولية الإعلاميين من أن يتحولوا إلى مشجعين. يعني من الصعب الحقيقة لأنه هم بشر يعني هم جزء من هالواقع الاجتماعي ما تقدر تفصلهم تقول والله هو في البيت هلالي أو نصراوي أو اتحادي لكنه أمام الميكروفون سيكون يعني واحد آخر ما يستطيع يعني. نعم هم طبعا يحاولون يعني يذهبون إلى الواقعية إلى أنه لا يبدي هذه المشاعر لكن ليس عيبا أيضا أن يكون معلقا رياضيا أو متحدثا رياضيا أو محللا رياضيا وأن الناس تعرف هذا شيء طبيعي أنه هلالي لكن متى يحدث الخلل حينما يحاول من خلال كلامه أن مثلا يسقط إسقاطات أو كلمات رديئة أو يغير حقائق هذا هذا هو. لكن في شيء مهم احنا حتى في العنصرية حتى في الأخطاء يعني احنا اذا نشوف في الملاعب الأوروبية تحدث في الملعب يعني في الملعب تحدث في الجماهير كم من الجماهير البريطانية والفرنسية ولا يعني الشد والضغط على جماهير الفرق يجعلها اكثر عنفا ربما يعني جماهيرنا ايضا الان زاد وعيها واصبحت حتى يعني تستطيع أن تعبر عن رأيها أقوى صار صوتها أعلى
يعني إذا شفنا مثلا الهاشتاقات اللي يسوونها في تويتر، الكلام اللي يطرح أكثر جرأة، مثل الراتب ما يكفي أو أي شيء، أصبحوا الناس يعبرون عن آرائهم. ربما بعض الناس يعتقد أن التعبير، بعض التعبير يعتقد أنه يعني تعصب وخارج. أنا أعتقد أي تعبير يعني حتى لو ارتفع سقفه يعني مقبول في الرياضة وفي غير الرياضة. التعصب سيء، هو مآل للتطرف حتى في الجانب الديني وفي غيره، يعني كيف نخفف الاحتقان دائما؟ طبعا أنا يعني مضطر أني أنا يعني أطلب تعريف للتعصب حتى أنطلق منه، لأنه التعصب اللي هو الانحياز الانحياز نعم. لكن أنا يعني أنا يعني أفرق بين واقعتين. إن كان التعصب المقصود فيه الوقوف مثلا جانب الفريق ودعمه ومؤازرته وتشجيعه بالتشجيع المعتاد الذي اعتادوا عليه يعني عقلاء الناس في عرفهم وطبيعتهم، فهذا أمر جائز وله أصل في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ناس يعني يرمون فيعني شجع بعضهم ثم قال أنا مع الجميع، وله أصل. لكن هناك فرق، التعدي لا يجوز شرعا، لا التعدي باللفظ ولا التعدي باللبس بالألقاب ولا إذاء الجسد ولا حقيقة، حتى ربما أن ينقله إلى سيئة من مساوئ الجاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية إذا يعني أصبح يتلفظ عليه بألقاب وتنقلب إلى العيارة وإلى ذمه واستنقاصه، فهذا تعدي وليس تعصب. ممتاز. إلى الموضوع التالي. خرج بان كي مون موجها الدعوة لإيران ثم قام بسحبها. وجدت إيران نفسها معزولة مجددا. اتجه البقية إلى مونترو وتركوها خلفهم، كل أدلى بدلوه، لم يتغير شيء. النظام السوري لا زال يتهم الثورة بالإرهاب، والمجتمع الدولي وكثير من السوريين لا يرون أي دور للأسد خلال المرحلة المقبلة. لكن إيران عادت وأطلت من دافوس وهي تدعو لانتخابات حرة ديمقراطية. أستاذ عبد الله، كيف شايف تغيب إيران عن هذا المؤتمر؟ هل هو إلى حد ما مثلا انتصار سعودي؟ والله السعودية واضح من البدء أنها لا تريد إيران في هذا. لكن أنا تكلمت في برنامج هذا قبل أشهر يمكن، وقلت إيران جزء من المشكلة ويجب أن تكون جزء من الحل. إذا كانت خارج جنيف 2 أنا أعتقد أنها يجب أن تكون داخل لجان أخرى لتساهم في الحل. يجب أن نستخدم الضغوطات الغربية الآن، يجب أن نستخدم وضع إيران الآن أمام المجتمع الدولي لإيجاد حل للمشكلة السورية. لا يجب أن نعزل إيران تماما عن الحل في سوريا وبالتالي لن نحصل على أي حل. هذه من نقطة أخرى. ما حصل في جنيف أنا أعتقد أنه يبين يأس الطرفين سواء الحكومي والمعارضة. أيضا في بداية الأزمة كان المعارضة يقولون أنهم لن يجلسون أبدا مع من تلوثت يده بالدم السوري. بشار الأسد كان يقول لن أتفاوض أبدا مع الذين يجلسون في الفنادق 5 نجوم ويحرضون الشعب على قتل السوريين، إنما أنا أتحدث مع المعارضة الداخلية. الآن هم سيجلسون سويا جلسوا سنويا وسيتناقشون. هذا يبين حالة يأس للطرفين أنا من وجهة نظري، وهذه مسألة قاتلة بالنسبة لي. الدكتور محمد، بالفعل يعني هم اللاءات النفي لن ولن ولن لم تتم، يعني جلسوا الطرفين إلى جوار بعض، لكن في النهاية ما هي النتيجة؟ أنا لا أعتقد أن هناك نتيجة، لأنه أضعف مقترحات الحلول عادة هي التفاوض والمؤتمرات. إذا أراد الغرب وأرادت الأمم المتحدة أحيانا أن تحل قضية يعرفون أسهل وأقرب الطرق لحلها عسكرية. استخدموا هذا الأسلوب في هو أصلا يمكن أن الواحد يأخذهم بما يتكلمون عنها وما يدعون الدفاع عنه. أنا سمعت اليوم أن الصور التي ظهرت، الصور المخجلة واللا إنسانية والتي لم يقدم عليها أحد من قبل، صور ظهرت فوق 50,000 صورة هربها منشق من المخابرات السورية وكانت فعلا محرجة للجميع. سمعت أنها كانت بيد الأمريكان قبل شهرين. يلا بالله تخيل، والآن توها تظهر. يعني هذا أنا لا أعتقد أنه حتى النظام العراقي التي قصف وأرجع العراق إلى العصور الوسطى أقدم ما أقدم عليه بشار الأسد. بشار الأسد دمر بشكل طائفي سوريا السنية كلها.
دمر مدنها كلها. حتى لو عادت الآن، لو وصل فيه حل واتفاق، ستبقى سوريا محصورة في الساحل العلوي فقط. عقل، أنا مع الدكتور محمد، الحل ليس بيد التفاوض، ما قد حل التفاوض مشكلة في الغالب، ويبدو أن الحل هو بيد القوى الكبرى اللي هي أمريكا وأيضا وروسيا. وذا لو شاءت أمريكا لحلت المسألة، مثل ما قال لك، إذا كان يعني من المخجل أن تكون الصور لدى دولة مثل أمريكا وهي تعلم لكنها تريد تمطيط القضية. أنت يعني أنا أعتقد أنه الحل حتى في التفاوض يعني ليس هناك حلا تحقق حتى بقوة الضغط إلا عبر التفاوض. يعني ما في الضغط مو ينخلق عادة، حتى الحرب تشن حتى الناس يقعدون على طاولة التفاوض، فهذا ما يحدث الآن. أنا أعتقد أنه يعني هناك رؤية عند كثير من الناس أن الإيرانيين مهمين في الحل في سوريا. أي واحد زي عزيز أنا لا أعتقد أن الإيرانيين مهمين بدرجة كموسكو مثلا، كروسيا، لأنه الإيرانيين في مسألة الموقف الغربي تحديدا، السلوك الغربي تجاه سوريا، الإيرانيين لا يستطيعون عمل شيء. يستطيعون عمل شيء في داخل النظام، بس في التعامل مع الغرب، من فعل وأوقف ضرب الشام، ضرب سوريا، ضرب الأسد، هم الروس. وبالتالي أعتقد أنا أنه يعني مسألة وجود، وبعدين ترى على فكرة اللي رفض الحضور الإيرانيين، لأنه وجه لهم دعوة باتفاق عبر الإبراهيمي، قالوا بأننا سنصدر بيان نعترف فيه في جنيف واحد للإبراهيمي، وبالتالي صدر الدعوة. ثم رفضوا، هم اعتبروا أنه بما أن الدعوة تحققت ربما يعتقدون أنه ألاعيب الإيرانيين في مفاوضات النووي، بس بان كي مون لم يكن لديه فرصة وبالتالي ألغى دورهم. أنا أعتقد المستقبل هو للموقف الروسي. الروس هم من سيديرون العملية في الشام. إيش رأيك على ماذا يعني يراهن المجتمع الدولي طالما الطرفين أصلا مختلفين؟ لا طبعا أنا حقيقة سأقرأها قراءة يعني مبدئية قانونية. طبعا لا شك أن جلوس الفريقين أمام هذا الحشد الأممي على قدر من المساواة وعلى قدر من يعني إعطاء الحيز لكلهم منهم، هو نصر للمعارضة. نعم، يمثل سيادة المعارضة جلست وأمامها علم الدولة السورية التي تقول أنها الدولة السورية، النظام جلس وأمامها علم الدولة السورية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن السيادة التي يدعيها النظام للدولة سيادة غير معترف فيها دولية، لأن الدولة لا تفاوض الأفراد، لكن عندما يكون هو ند لها وعلى قدر من المساواة وعلى قدر من يكون بديلا لها تجلس هنا وتفاوض، وهذا ما حصل في جنيف 2. النقطة الثالثة أن الجمع الأممي اعترف بالمعارضة بالطريقة السيادية، لأنه استمع إلى هذه الخطبة واستمع إلى خطبة النظام، وبالتالي أرجع إلى الجلوس بين الطرفين. الأمم المتحدة في هذا هي انطلقت حقيقة من معيار الاعتراف بالدول. يعني نفترض أنه لم يحصل هناك اتفاق بين الطرفين، فلا شك أن السيادة طبعا الروسية والأمريكية هم يعملون تحتها يعني بكل الاتجاهات. مش بتقول باختصار؟ أقول كلمة بسيطة. أحيانا الحلول التي تتم، التوافقية التي تتم حسب التفاوض، تكون يعني من خلال منظور إمكانية التعايش مستقبلا. أنا لا أرى أفق للتعايش مستقبلا بين الشعب السوري وبين بشار الأسد ومن يدعم بشار الأسد. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد. استيقظت مصر أمس الجمعة على تفجيرات متعددة وقتلى وجرحى بعد التصويت على الدستور، وقبل يوم اللي هو اليوم طبعا من ذكرى 25 يناير. أستاذ عقل، ما الذي يحدث في مصر؟ يعني من تظن واضح أنه الأخوان اللي وراء عملية التفجيرات ولا لا؟ والله إذا تبغى تقول اللي يقولونها الإعلام اللي ضد الإخوان، لا لا أنا أعتقد أن الإخوان ما لهم علاقة. الإخوان يعني الناس ما عندهم، ما قرأوا تاريخ الجهاد في مصر،
اللي يقومون في العمل الآن هم جهاديين انحبسوا في الثمانينات وهم اللي كانوا قاموا بالعمليات الجهاد نفسه التكفير والهجرة أيوة هذول جزء منهم خضعوا للمراجعات اللي هم الآن بنوا أحزاب وقالوا بطلنا في العنف أي. وبنوا أحزاب سياسية الآن موجودين في ناس في السجن قالوا إحنا لسنا مع المراجعات لكننا لن نفعل العنف في مصر إحنا سنخرج كما دخلنا أفكارنا حول الجهاد هي هي بس إحنا لن نمارس العنف في مصر جت الأحداث طلعوا كل اللي في السجون هذولا أكثر ناس كانوا في السجون اللي كانوا رافضين المراجعة طلعوا الآن من جت الإسقاط مبارك طلعوا الجميع من السجون وناس جرى العفو عنهم يعني مرحلة جديدة مرسي لما جاءوا الأخوان وهم قريبين منهم الآن لما جل الجموع وأسقطت النظام بالقوة هذولا اللي كانوا يعني في السجون قالوا احنا سبقا قلنا لكم في السجن الحق الإلهي لن يؤخذ إلا بالقوة وما كنتوا تنصحوننا فيه تقولون النضال السلمي والعمل السياسي أو أنتم بعد سنة خذوكم حطوكم في السجن اليوم احنا لنا رأينا بدأوا في هذا العمل بس هذا اللي يحدث الإخوان ما لهم علاقة فيه طيب دكتور محمد ايش رأيك في الدفاع الشديد والشرس والمنطقي إلى حد ما من عقل عن الإخوان أنا أعتقد مع أنه الإخوان يعني ما المفروض أنه من حقهم أيضا أن ينفوا لو أولا أي جهة قامت بهالعمل هذا نفوا نفوا 20 مرة بس ما حد يسمع أي جهة قامت بهالعمل هذه أصلا يعني هذا ليس أسلوب العنف بهالشكل عنف صراحة يعني جرائم ترتكب في حق الناس هاي ذا اي بس ايش وتدمير رايك وتدمير ولكن انا اعتقد انه احيانا يحصل مثلا اذا اسمح لي الاخ عقل الناس تتكلم الاحزاب احيانا بلسانين يعني تنفذ من جهه وتنفي من جهه اخرى المواقف المزدوجه هذه هي جزء من السياسه عموما يعني ولكنها بما انها توقيتها تزامن مع الثوره وتزامن مع عزل مرسي ذكرى عزل مرسي أنا أعتقد أنه ربما يكون لها علاقة بالأخوان وربما أنها يعني قد تكون أنها يعني تصريح أنه لن يستقر أمر البلد إلا حتى تعود ما يسمى لأنهم هم يسمونها الحكومة الشرعية هم لا يعترفون بالحكومة الحالية طيب أستاذ عبد الله الواضح أنه جماعة أنصار بيت المقدس اللي تابع القاعدة هي اللي طبعا أعلنت في بيان عبر الإنترنت مسؤوليتها عن الحادثة أنت إيش رأيك إجمالا فيما حدث من يقف وراءه أنا والله من وجهة نظري أرى أن مصر تتطهر تتطهر يعني من كل شيء يعني دائما الثورات لها تبعات ولها نتائج ولها يعني فاللي يحصل الآن أنا أعتقد إن شاء الله أنه سيسير بالمركب المصري إلى شاطئ الأمان من يفجر الآن التفجير الآن هو مصالح السيسي ورفاقه يعني أنت لا تستطيع يعني أنت الآن قاعد تعمل حشد شعبي للنظام صحيح. فلا يمكن أن نتهم الإخوان بهالشكل بشكل يعني بشكل سياسي واستراتيجي لا تستطيع أن تتهم الإخوان بهذه القضية لأن التفجير من صالح النظام وهذه أعتقد أنها الإخوان ليسوا بهذا الغباء وهذا الفكر السياسي المتخلف لأن يعملوا مثل هذه الأمور هذه مع يعني تخالفنا معهم في وجهات نظر كثيرة لكن على الأرض أنا لا أعتقد أن الإخوان سيفون النظام قد يكون له مصلحة أنه يعمل تفجير بهذا الشكل لكن أنا أيضا أقول للنظام لن يعمل بهذا ولن يدخل في هذا الشكل ربما أنها جماعيات إرهابية تستغل الوضع غير المستقر في مصر الآن لإنشاء إمارة إسلامية في القاهرة شيخ حمود هل تعتقد أن هذه أيضا ستؤثر على انتخابات الرئاسية وغيرها لا ما تفجيرات لا ما أظن ولا أعتقد أنها ستؤثر لأنها يعني أشبه ما تكون بالحالات الطارئة يعني ليست على سبيل الدوام وليست على سبيل الاستمرار ولكن الدولة المصرية أنا سأتكلم بمفهوم الدولة المصرية هي يعني تعيش يعني حالة من الانفكاك بمعنى أنها ليست لها السيطرة التامة والكاملة على كافة المنافذ الأمنية السيادية في الدولة وأعتقد أنهم يعني يبذلون جهود في هذا الخصوص يعني كون أن هناك جماعة توصف بأنها إرهابية
وإرهابية يعني بقرار سيادي وليس بحكم قضائي، هنا يثير الشكوك طبعا، ما في شك يعني. ومصر ليست جديدة ترى على الإرهاب، إذا أردنا أن نفهم الإرهاب بمعنى التفجير والتكفير والخلايا النائمة، ربما أن أكثر دولة فيها يعني خلايا من ناحية التكفيرية والجماعات المتضللة والمتسترة بالإسلام لن تجدها خاصة في البيئة المصرية الآن، لأن الدولة في نوع من الهشاشة. فاصل ثم نعود إليكم. أهلا بكم إلى موضوعنا الأخير. 5.1 درجة على مقياس ريختر هزت منطقة جازان. الزلزال الذي حدث قبل يومين يعد الأعنف الذي تشهده، إلا أن أخطر المناطق الزلزالية في البلاد يقع في المنطقة الواقعة بين المدينة المنورة حتى بلدة حقل الحدودية وفي الشريط البحري الموازي لها. دكتور، حتى مع ضعف احتمالات المخاطر التي يعني تشير إليها بعض الهزات الأرضية، إلا أنه فيه يعني انتقلت من الشمال المملكة إلى جنوبها، هذه قد تشير مستقبلا إلى شيء من الاحتمالات أو المخاطر. هل يبرر هذا أو يسوغ اتخاذ الاحتياطات في هذا الجانب؟ والله دائما اتخاذ الاحتياطات أفضل من عدم اتخاذ الاحتياطات، ما في كلام، ولكن المنطقة اللي في الشمال والمنطقة اللي في الجنوب هذه مرتبطة ببعضها، لأن هي الكتلتين اللي تتحرك ضد بعض هي البحر الأحمر. البحر الأحمر هو ترى صحيح، لا أعرف العبارات الجيولوجية بالضبط، ولكنها عبارة عن شق في الأرض يعني. وهي منطقة قد تكون قابلة للاهتزازات يعني. وما يمنع أنه مثلا إذا كان فيها أماكن عالية مثلا أو أماكن تجمع كبيرة أن تأخذ الاحتياطات هذه، أنا أعتقد أنه وجيه يعني. أستاذ عبد الله، هل هناك أيضا ضرورة لوضع شروط ويعني ضوابط للبناء في مثل هذه الحالات؟ يقول هذه موجودة في مدن حديثة مثل المدينة الصناعية في الجبيل واللي في ينبع، ماخذين هذه الاحتياطات؟ اي انا اعتقد ان ناخذ احتياطات مثل ما ياخذونها اليابانيين، هذه مثلا لا، اي مبالغة، لا مبالغة، لا اتفق معي يعني. يفترض احنا لسنا بلد زلزالي يعني، وحتى ايضا الدرجة اللي ضربت جيزان 5.1 هذه يعني هو يقول لك خلال 2000 سنة لم تتعدى درجة 7 يعني، اللي إلى حد ما خطرة، اللي إلى حد ما خطرة، هذه متدنية. فأنا أعتقد أن المسألة يعني أوكي، أن نعتبر أن في بعض المناطق نأخذ بعض الاحتياطات، لكن بشكل عام ليست قضيتنا يعني. شيخ حمود، هل قانونيا هل أنت مع ضرورة أن يوجد احتياطات في هذا الجانب؟ الاحتياطيات يعني طلب الاحتياطيات نعم جيد، يعني انك تضع شروط معينه فيما يتعلق بالمباني والمساكن، خاصه في المناطق التي تصدر عليها تقارير يعني من رصد الزلازل. لكن انا اتمنى حقيقه ان يكون فيه يعني ولو يعني غرفه عمليات مشتركه، بما ان الواقعه حديثه يعني، حتى لا يجتهد الناس في تاويل الاخبار ونقلها على غير المصدر الصحيح. اذا تناقلوها في مصدر معلوم وواضح وصريح ستكون المعلومه مطمنه للجميع. عقل، وش بتقول؟ انا بقول في الجانب الاعلامي، لان في الجانب الجيولوجي مساله الاخوان حدا، بس انا اللي يعني اتمنى انه نتخلص منه، انه الان الشباب والناس والاجيال اللي تشوف الاعلام لما يحدث شيء في روما خلال دقائق على المحطات. طيب احنا يطلع يطلع في تويتر يا اخي ثاني يوم البيان صدر، ثاني يوم الاعلام الرسمي. لذلك يبدو يعني لما يضج الاعلام الجديد في الحدث فمع حق، يبدو الناس وكأنه الحكومة ما سوت شيء يعني، ما راحت، ما ذاعت، ما قالت. أنا أعتقد أنه الآلية هذه البعيدة هي اللي تشوش على الحكومة، هي اللي تشوش على كلش، على كلش. إذا حدث في جيزان شيء أعلنوا زلزال، المحطة الأولى تحط خبر، بس تتأكد من أمير المنطقة تحط خبر زلزال في جيزان، انتهى الموضوع، خلص.
عشان كل الناس وانتهت الحلقة. شكرا جزيلا للأستاذ عقل الباهلي والشيخ حمود الناجم والأستاذ عبد الله العتيب والدكتور محمد العبد اللطيف، والشكر موصول إليكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.